صفقة تبادلية ما بين الأهلي وطلائع الجيش، موضوع كريم فؤاد والنادي الأهلي خلاص كده خلص ولا لسه سفيان رحيمي لاعب النادي الأهلي؟ طب إيه موضوع سفيان رحيمي وإيه القصة بتاعته؟ خلصت ولا ما زالت المفاوضات مستمرة؟ وده اللي هنتكلم فيه في الفيديو بتاع النهاردة، ولكن قبل ما ندخل في تفاصيل اللايك الجميل بتاعك واشترك في القناة وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد، ولو أنت على الفيس اعمل شير ولايك للفيديو، وتعالوا نروح نشوف أولى أخبارنا النهاردة وهو كريم فؤاد. كريم فؤاد لاعب نادي النجوم والمعار الى نادي ام بي، اللاعب ده خلاص يا جماعه اهلاوي. كنت اتكلمت قبل كده وقلت لكم ان كريم فؤاد الموضوع بتاعه مع النادي الاهلي خلص واللاعب خلاص هيروح النادي الاهلي، ومعظم الناس ما كانتش مصدقه الفكره دي من اساسها، ولكن الحقيقه يا جماعه ان انا اتكلمت في الموضوع ده من حوالي شهر او شهر ونص على الاقل، او ممكن كمان يكون شهرين، ومعظم الناس ما صدقتش، ولكن طبعا الحمد لله انا طالع دلوقتي واقول لكم على نفس الكلام اللي كنت بقوله بالظبط، لان انا الحمد لله بعرف اجيب الحاجه من مصادر اساسيه ومصادر موثوقه وقبل الميعاد بتاعها والحمد لله. وتعالوا اشرح لكم الكلام اللي انا كنت قلته قبل كده. قلت لكم ان كريم فؤاد خلاص مضى للنادي الاهلي لمده 5 سنين واتفقوا على 15 مليون جنيه، نفس الكلام اللي انا جاي دلوقتي اكرره. النادي الاهلي خلاص كده اخذ كريم فؤاد من نادي النجوم، وكان المفروض النادي ام بي ياخده ب 15 مليون جنيه، ولكن نادي ام بي طبعا مش قادر ندفع مبلغ زي كده، فخده النادي الاهلي. نادي بيراميدز كان عايز ياخد اللاعب، اللاعب مرضيش خالص ومدى للاهلي 5 سنين وصفقته ب 15 مليون جنيه. وده الخبر الاول معانا، وتعالوا نروح نشوف الصفقه التبادليه ما بين النادي الاهلي المصري ونادي طلائع الجيش المصري. اول حاجه طبعا الصفقه التبادليه، خليني كده اكلمكم ان النادي الاهلي عايز ياخد احمد سمير. الكلام ده حصل من فتره، والكلام ده اتجدد تاني الايام دي او الفتره دي، ان النادي الاهلي مازال عايز ياخد احمد سمير. طبعا دلوقتي نادي طلائع الجيش مش معترض خالص ان النادي الاهلي ياخد احمد سمير، ولكن ممكن علشان تاخدوا احمد سمير، ده طلائع الجيش اللي بيقول كده، علشان تاخدوا احمد سمير يبقى نعمل صفقه تبادليه مع بعض. ايه الصفقه التبادليه اللي عايز يعملها طلائع الجيش مع النادي الاهلي؟ قال له يا عم انت عايز احمد سمير، خد احمد سمير واحنا ناخد عمرو جمال، ودي مقابل دي، وكده خلاص الموضوع خلص. طيب افترض دلوقتي طبعا عمرو جمال ما وافقش، مع اني انا واثق ومتاكد ان عمرو جمال مش هيوافق. واحد يقول لي ايه اللي مخليك واثق كده؟ اقول لك ان عمرو جمال رغبته الاولى انه يرجع النادي الاهلي، ولو النادي الاهلي ما عايزوش، وهو الكلام ده هو اللي قاله بنفسه، لو النادي الاهلي مش هيرجعني لا خلاص يبقى انا اروح اشوف نادي تاني. ممكن وارد جدا ان عمرو جمال يقول لك لا انا مش هكمل في نادي طلائع الجيش، مع ان انا متاكد انه مش هكمل في طلائع الجيش، وهيقول لك هروح الزمالك ان الزمالك عايزه، او هروح نادي بيراميدز، نادي بيراميدز ايضا عايزه. اذا يبقى عمرو جمال هيروح الزمالك او بيراميدز لو ما هيرجعش النادي الاهلي، وايضا النادي الاهلي مش عايز عمرو جمال، وده قرار من بيتسو موسيماني، قال ان انا هرجع احمد ياسر ريان وعمرو جمال انا مش عايزه. يبقى كده عمرو جمال هيروح نادي الزمالك، هيروح نادي بيراميدز. طيب الحل الثاني لو عمرو جمال ما وافقش نادي طلائع الجيش، قال لك الحل الثاني ناخد احمد علاء وانتوا خدوا احمد سمير. شوفوا بقى نادي طلائع الجيش متمسك جدا، يا اما باحمد علاء يا اما بعمرو جمال، يعني خلاص انتوا كده عايزين احمد سمير، احنا هنعمل صفقه تبادليه والموضوع هيتحل بكل سهوله. وانا شايف ايضا ان الموضوع هيتحل وهتحصل صفقه تبادليه في الموضوع بتاع احمد سمير واحد ثنائي النادي الاهلي، اذا كان عمرو جمال او احمد علاء. ده كان الموضوع باختصار. للعلم احمد سمير هيمضي مع نادي الاهلي لمده 3 مواسم، وده مصدر الاهلي الكلام ده. وتعالوا نروح نشوف صفقه سفيان رحيمي، هل فعلا سفيان رحيمي خلاص كده هيرجع النادي الاهلي، ولا الموضوع ده اتقفل؟ في احنا سامعين الناس كتير قوي بتقول ان الموضوع ده اتقفل خلاص كده، سفيان رحيمي المبلغ اللي عايزه نادي الرجاء كبير شويه ونادي الاهلي مش هيدفعه، فكده كده الموضوع خلص واتقفل. لا، الموضوع لسه فيه كلام وما زالت المفاوضات مستمرة، وخصوصا مع بدر بنون واللاعب شخصيا، ومع بدر بنون وأحد مسؤولي نادي الرجاء المغربي. بدر بنون في اخر مره كان فيها في المغرب او في المعسكر بتاع المنتخب، اتكلم مع المسؤولين اللي هناك واتكلم مع نادي الرجاء نفسه، وعرف ان النادي خلاص ما عندوش اي مانع ان سفيان رحيم يجي النادي الاهلي، ولكن في حاله واحده بس، ان هنزود المبلغ شويه اللي طلبه النادي الاهلي. النادي الاهلي عايز ياخده ب2.5 مليون دولار، ونادي الرجاء عايز في اللاعب 3 مليون دولار. وانا من وجهه نظري المفروض ان الاهلي ما يقولش لا على حاجه زي كده، لاعب كويس جدا، واكيد انتوا عارفينه اكتر مني سفيان رحيم يعني ايه، واداء اللاعب في الملعب
ايه معلش لو هتبص على لعيبه في النادي الاهلي في لعيبه جايب مبالغ ضخمه في النادي الاهلي، ولكن سفيان الرحيمي مش حرام انك تدفع فيه مبلغ زي كده، 3 مليون دولار مش مبلغ كبير في لاعب زي ده. ده كان الفيديو باختصار شديد جدا، ما تنساش اللايك الجميل بتاعك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتقول لي رايك في التعليقات.